أسعد أوقاتكم. نشرة إخبارية جديدة متلفية عبر شاشة عربيكا وحاملين معنا الكثير من الأخبار للنجوم من لبنان الوطن العربي وبلاد الاغتراب. بنبداها بمناسبة سعيدة جدا وهي عزيزة على قلب كل لبناني، هي مناسبة عيد الاستقلال اللبناني، فكل عام ولبنان والشعب اللبناني بألف خير. خلينا نبدأ من وحي المناسبة بحفل أقامته قيادة الجيش اللبناني بالبيال على مدى يومين. باليوم الأول طل كل من النجم أيمن زبيب والنجم باسكال مشعلاني، وباليوم التالي طل الفنان ملحم زين وقدموا أجمل أغنياتهم لعائلات الجيش اللبناني. باللقاء حنتابع هيدي الأجواء الخاصة مثل ما قلنا بالاستقلال، إضافة لنعرف أخبار النجوم الثلاثة. أيمن زبيب حيخبرنا عن الأغنية العراقية وأصداءها وتصويرها اللي حيتم الأسبوع الجاي مع المخرج توني قهوجي، إضافة هل فعلا سيعقد قرانه بعد صدور ألبومه؟ أكيد الإجابة بالتقرير. أما النجم باسكال مشعلاني اللي غابت حوالي السنة تعود للأضواء بعمل غنائي جميل جدا، وهي أغنية سنجل بعنوان أحلام البنات من كلمات وألحان الفنان الشامل مروان خوري، وإضافة حتتحدث عن عائلتها وعن ابنها إلي اللي غير لها كل حياتها. أما الفنان ملحم زين حيتحدث عن تجربته الجديدة مع فادي حداد ونجاح الأغنية ما عاد بدي إياك اللي نشحت أوديو قبل ما تتصور أيضا فيديو، وأيضا حيتوجه بأوبريت خاص لغزة. كل هالتفاصيل وإجابات تانية بناخدها من النجوم الثلاثة بهالتقرير. يا عسكر اسمك مكتوب عالرايات بأعلى جبال، سحرت عقول ملكت قلوب ساكن بالعين وعالبال، غالي عالكل ومحبوب لمثلك يا أيمن إقلال، عجيش بلادي محسوب بتوعد وبتوفي رجال، بصوتك هالعالم بدوب بالغنية وبالموال، جاي الليلة من الجنوب حتى تغني تهني الجيش بليلة عيد الاستقلال. سقفي كبيرة على غيابك صبح قلبي مع الناس، وعلى هجرك نظمت كتير مع الناس، ومثل هالقائد والله والله مع الناس، وعشكله ما خلق ربي وجاه، وجيشنا جيش الأبطال يا جيش اللبناني، يا جيشنا جيش الأبطال يا جيش اللبناني، يا جيش الوطن والجيش والوحدة الوطنية، جيشنا يا جيش اللبناني يا جيش. وين سقف سقف للجيش يا بمناسبة عيد الاستقلال اللبناني، خبرني قديه سعيد انه قيادة الجيش اختارتك تكون موجود وتحيي هالمناسبة السعيدة، وانت اكيد ما تأخرت لحتى تغني وتحتفل بهالمناسبة الحلوة. هيدا واجباتنا وهيدا اقل شيء ممكن نقدمه، لانه المناسبة عيد الاستقلال وبالاخص مناسبة الليلة لعوائل الشهداء، الله يعني الله يرحم كل شهيد سقط على أرض الوطن الجيش اللبناني دفاعا عنا وعن عن عن هالبلد الكبير، البلد اللي صاحب مساحته جغرافية صغيرة بس بلد قدم كتير للعالم وأظهر بطولات كتير كبيرة، ومن من من حيث الثقافة والعلم وكل شيء والفن وإلى آخره والصمود. فبدي أتوجه لكل عائلة شهيد أنه نحن بياتهم وإخواتهم وحدهم والمسيرة بدأت تستمر. هيك مناسبات وبتعرف أنه أنت مطلوب وأنت نجم اليوم والكل عيون عليك، ما بتخليك تفكر بالفترة الجاية أنه يكون عامل أغنيات يعني للمناسبة مثلا الاستقلال عيد الجيش شيء للبنان؟ هو أكيد هذا شيء لازم، بس هو حبك للشيء بيخليك يعني يعني احنا موجودين، يعني خلي حتى لو حدا غنى وغنينا له نيون احنا ما مشكلة. الهدف هو انه الجيش بقلبنا والجيش بداخلنا، يعني
يفضل نغني بس كمان الهدف واحد. لو بدك سادة عسامة رح أقدمها لعينيك، الغمرة منا محرمة طبقة بعلي وما عليك. خبرنا عن تور الأمريكي الأوروبي ووصلت أصدائه، كان إيجابية كتير حلوة، كيف التقيت الجاليات العربية هناك؟ كانت رحلة كتير موفقة بين أمريكا وألمانيا، والتور الكبير إن شاء الله حيكون بشهر 2 بأمريكا وكندا. الأسبوع القادم عندي أبو ظبي الإمارات العربية والعين، برجع عندي السويد ب 25/12، وبيجي على لبنان على السنة. حكون ما بين الموفامبيك والأطلال بلازا أنا والفنان الحمزين. أيمن بدي أقول لك مبروك، أغنيتك انطلقت عبر روتانا دلتا، أغنية خليجية رائعة جدا، وشو حلو الخليجي منك حبيبي. الأغنية إن شاء الله حتتصور قريبا، هي من ألحان الفنان حاتم العراقي. الأغنية تسربت، عمين عملها ميكس عن جديد. كان غنية بتسرب على فكرة، ما بعرف، لا هالمرة تسربت بصوت بصوتي، ما كتير زعلت يعني. فرق ما تنزل غنية انت يعني اخترتها وتسمعها بصوت غيرك. الحمد لله صدى كتير كبير بالوطن العربي وخاصة بالعراق. وبرجع بقول لك لو الوضع عنا مستتب لكان الناس حبت انها تسمع اكتر، بس هلأ الديني مش ديني موسيقية عنا بلبنان خير ان شاء الله. هم خليني ارجع اقول لك انه البومك بيخليك، بنسألك امتين الالبوم، ولكن بتقول حنأجل أوضاع، ولكن الأوضاع يعني كل ما بنقول راحت أوضاع بيجينا أوضاع أصعب، فقررت خلص تنزله. أكيد لمحال يعني بالنهاية، بس فعلا الوقت هو بيلعب دور كتير كبير، لأنه بتعرف الألبوم أخذ مجهود كتير كبير، وحرام تنزل شيء مرور الكرام بغض النظر لو كان خارق الاختيار وخارق، لأنه الفن بده حياة حلوة يعني. يا بكر مالي بتحدى لي، ما يهمك متربى مني، أنا كرمالي بتحدى لي، هو ما يهمك متربى مني، عنده الكرامة عنوان ما بيتنازل لا إنسان. ومن يعشق غير بنت البي تبي مرتني ورتي، ولا حتى علمي كفاية، شو بعمل لك هيدا وطننا؟ ناس بسمني وناس يلا عزافة كبيرة. عرفنا الأسبوع المقبل تصوير الكليب الأغنية الخليجية، وتعاون أول مع توني قهوجي. ان شاء الله حنكون بديو المشاهير، وحنعمل لها هيك مثل فكره، لا يعني لايف على المسرح، بس هي حتكون بالضبط. انتشر او صدر عبر مجله زهره الخريج خبر مفاده ارتباطك، زواجك انت ويولا. شو ان شاء الله لي الشرف، لابد من الاستقرار ان شاء الله بعد الالبوم. هذا الحديث له وقته ان شاء الله اذا الله رضى. عايز اقول لك الف مبروك ان شاء الله. I'm not afraid.
نجمة بنحبها كتير، قدمت أعمال حلوة كتير، ولكن العائلة إلى حق عليها، فبعد الولادة واهتمامها بابنها ليلو إلي هي رجعت من جديد وهي إلى جنبي بعد ما أسئلة كتير كنا ننسأل محل ما نكون بكل المهرجانات، وين باسكال مشعلاني؟ وينك يا باسكال مشعلاني؟ اشتاقوا لك. موجودة هون، كنت عم بعيش لحظات حلوة وبعدني عم بعيشها، مثل ما عرفت بكل لحظة ما بدي روح ولا أول مشيته ولا أول درس ولا أول ابتسامة بقراري أنا. وهلأ أنا الله راد برجع لجمهوري اللي أنا اشتقت له واشتق لي بإشياء كتير حلوة. أنا الله راد، خبرينا شو غيرت فيك الأمومة؟ شو عمل فيك إلي بحياتك؟ كل شيء غير عماد، عطاني سعادة، عطاني إيه، ما بقى أزعل على ولا شيء، كله سخيف ضحكي منه بتنسيك الكون كله. طفولة رائعة، عطاني المسؤولية، عطاني أني يكون أم، بتشكر أنه خليني يكون ماما، وإشي كتير حلو أكيد. قدام مشتاقة، والليلة أول طلي لإلك وطلي مميزة لأنه اختاروكي بقيادة الجيش أنك تكوني باحتفالات عيد الاستقلال اللبناني. قلت أنا يعني كتير سعيدة أنه أكون بعيد الاستقلال ويطلبوني الجيش، مش أول مرة، صاروا أكثر من 3-4 مرات صورت أغاني تكرمت، بكون سعيدة لأنه أنا بحب البدلة الخضراء وبحب الجيش، وما في إلنا غيره هو يحمينا ويحمي حدودنا ويحافظنا على جيلنا، فالله يكون معهم. بعرف أوقات صعبة عم نعيشها، ولح نضلنا كتير متمسكين بالاستقلال لأنه الوطن أغلى ما في شيء، فكتير سعيدة بوجودي، وأنه أول مرة بكون بلبنان بأول حفلة لعيد الاستقلال فيها هيك سعيدة شوي. أكيد سنوات طويلة ومهرجانات كتير وحفلات، ولكن بكل طلة في خوف، ولكن رهبة اليوم شو بعد على الغيبة؟ شو حسي هلأ؟ صراحة في رهبة، حسي كأن أول مرة بطلع أو كأنه امتحان، وحسي لأنه الغياب شوي، بس إن شاء الله هيك الله بيقويني لما فوت على المسرح هيك بتحرك شوي بتغير. لا أكيد في رهبة، دايما في رهبة، بس اليوم بالذات لأنه في غياب في رهبة أكيد. أكيد الليلة حتولع على المسرح لأنه كل أغنية قدمتها للجيش وللبنان حتغنيها، ويمكن أشهرها زلغت يا لبنان. زلغت وحبيب التوع بالجيش رح نقولها كمان حلوة، وفي أشياء حبيب التوع بالجيش، حبيب التوع بالجيش سيحمي لبنان سيقدم للناس العيش حرية وأمان، حبيب التوع بالجيش سيحمي لبنان. هيدي الطلة الأولى، وفي كتير طلات من هون لنهاية هذا العام، ومنا أغنية سينجل رائعة جدا عنوانها حلو، الكل عم بغني للبنات هالأيام. الله يكتر البنات وساعد البنات. اللي حبيتها بأحلام البنات مع مروان لأنه حبيت أنه بمس البنت اللي بتبلش بعمر المراهقة 14 لـ 70-80، اللي إجا فارس أحلامها أو ما إجا فارس أحلامها، بس بعدها عم تقولي يا حبيبي ما تضحك علي، عائلات صغار بس أنا بعدني عايشة إنه الدنيا كلها بامبي. فموضوع حبته، وتصوير مع جو بعيد بعد أسبوع، كتير في جرأة وكتير في ستايل جديد، فإن شاء الله نتوفق. بس من بعدها حيكون في النية السعودية، حتكون تقريبا تهديد لعم تهددني تقريبا. سعودية سعودية مش لهجة بيضاء، هي أول مرة حيكون بيور سعودي مش لهجة بيضاء. أيضا هناك طلّيت ومجلات أنت وليلو، لأنه كتير سألوني ليه وما صورتي وما بينت، قلت لهم يا عمي خليك الشي بوقته لكبر لارتحنا شوي، صورت ولح أرجع نتصور، حيكونوا على مختارتهم كفر مجلات، حقهم الجمهور يشوفوه أنه مرة أكيد مش دايما، فلح يكونوا صور حلوين أنا وين على رأي. Oh, no.
واللي بيحب يستقبل عام جديد مع باسكال بنقول له حتودع سنة وتستقبل سنة ب تونس حبيبي، حكون موجودة مع جمهوري اللي اشتقلي كتير واشتقلت له كتير بحفلة الله رد حتكون كتير حلو مميزة و بس ورا كل زلمة في مرض مرض يملك تابعني خلال كل الصيفية من مهرجانات وحفلات وكل أمور قدمها فنية، واليوم عم نتابعه بمناسبة خاصة وهي خاصة بعيد الاستقلال اللبناني. لهالمناسبة مثل ما عيدناكم مشاهدينا من عايد رئيس الأغنية اللبنانية والعربية ملحم زين اللي حيحتفل الليلة بهالمناسبة. ينعاد عليك ملحم. ينعاد عليكم إن شاء الله وعلى كل لبنان. شو الشعور اليوم وأنت هيك عم تحتفل أنه قيادة الجيش اختارك تكون موجود تحتفل بمناسبة عيد الاستقلال اليوم؟ والله اكيد الي الشرف الدعوه. انت بتعرف نحن يمكن انا شوي مقل بطلقاتي، بس يكون في شيء معلق متعلق بالجيش ما فيك الا ما تحضر، وبالاستقلال خصوصا يعني بقى لبينا الدعوه. ان شاء الله تكون سهره حلوه، وان شاء الله لبنان بيضل دائما مزدهر ودائما ونوصل للاستقلال الكامل والسيادة الكاملة اللي بنحلم فيها، كل لبناني بيحلم فيها. أنت كلبناني وأي لبناني بنهني الجيش، لأنه بنعرف هو القوة اليوم على الأرض، هو اللي مثل ما بيقول مريح الشعب ومريح البلد بوجوده. صح، أكيد بظل قيادة الجيش وقائد الجيش وكل الضباط والأفراد والعناصر والصف الضباط وكل العسكر، اكيد هن اللي بيحمونا وهن اللي بيحافظوا على استقرار البلد. اكيد خلينا نرجع شوي فلاش باك مش كتير لورا لتعيش المشاهدين التور اللي كان مع جلاله العربيه واللبنانيه بامريكا، وكنا حكينا عنه باخر لقاء شفناك فيه كمان. والله نحن دائما يعني كل سنة وشوي بنطلع على امريكا، لاس فيغاس، بوسطن، ميشيغان، بنلف بهالولايات حفلات حلوة. إنما يمكن شوي الانكماش الاقتصادي بأمريكا كتير عم المتعهدين بأمريكا عم يفرملوا على إنه يعملوا تورات كبيرة، وهذا سبب من أسباب إنه عم تراجع الحفلات. يعني صار في مثلا بتلاقي 4 حفلات أو 5 حفلات الماكسيموم، وبتلاقي إنه ما أكتر من هيك مش عم يعمل حفلات، صار صعب فعليا. بس أكيد عم نلتقي بجالياتنا وعم نلتقي بكل الجاليات العربية مش بس بالجالية اللبنانية، يعني ما هونيك ما فيش فرق، بتحس إنه كلهم نفس اللهفة عليك ونفس نفس الاستقبال. بقى كمان بنشوفه ان شاء الله، ما حنطول الغيبة. شيء غريب اللي عم بتقوله يعني بأمريكا، وان كماش ايضا اقتصادي وين رايحين بالعالم الله يستر عليهم. صار انا بعرف 14 تريليون دولار وبعد رح يصيروا يزيدوا 2، رقم خيالي. يعني الأزمة المالية على كل العالم، بقى ان شاء الله بتفرج. يا ابن السماء تضحك وتحميك وتضل درب العز تمشي يا وضلت الأرسي نزرها تسميك وجوان حد عالريح علي الشمس خلي حلمك يوديك
ربي تفرج وتفرج على الشرق الأوسط والوطن العربي. يعني كمواطن وكفنان وصوتك بيوصل، كيف شايف شو رأيك باللي عم يصير بالمنطقة العربية ككل؟ والله الله يستر، يعني ما بدناش كمان كتير بديش كتير أحكي سياسة لأنه هلأ مش وقت سياسة، إنما الله يسترنا، الله يسترنا من اللي عم يصير. إن شاء الله الأمور تهدى بعشر سنين. أنا متشائم والله، أنا متشائم لأنه صار كانت الأمور شوي مضبوطة ما قبل ما يسمى بالربيع العربي. هلأ الأمور فلتت، صار كل من إيده إله مثل ما بيقولوا بالعمية، صعبة. صارت كل قبيلة بدها منطقتها، وكل واحد بده، يعني فتنا بقصة ما يعني كأنه عم يجزئوا المجزأ، يعني إذا بدك ونشحوا لحد ما. واللي عم بيصير بغزة؟ غزة شو بدي أقول لك، غزة حاملة هم العرب كلهم، غزة وما حدا شايل همها. يعني كان متمنى وقفة تكون أقوى من هيك مع غزة، خصوصا أنه ما يطلق عليه الربيع العربي، بيقولوا أنه مخاضه كان إسلامي بحت. طيب أوكي إسلامي بحت، مفروض كان يصير التحرك أقوى من هيك على صعيد غزة، لأنه هودي مسلمين بالنهاية، وقبل ما يكونوا مسلمين هودي بشر. 150 طفل مصاب و70 جريح و580 جريح غير أطفال، يعني شيء مش طبيعي بخمس ست أيام. لازم يكون في وقفة أقوى من هيك. في تحرك منك باتجاه غزة؟ والله إن شاء الله، يعني في كلام على أوبريت إن شاء الله. نحن فينا نغني، يعني فينا ننصرهم بصوتنا وباللي بنقدر عليه، إنما غير هيك ما فينا نعمل شيء. إن شاء الله فيه في أوبريت، ما عندي أي تفاصيل عنه حكونا عليه، بس فيه كبار فنانين إن شاء الله نقدر نشارك فيه ونكون نوصل صوتنا لغاية. صوتك بيوصل، لأنه اللي بيتابع تاريخ بيتذكر سيدة نجاح سلام لما غنت أغنية النيل مقبرة الغزاة، فقالوا لهم أسكتوا هذا الصوت اللي هز عرش إسرائيل، فصوتكم أكيد بيوصل. طيب إن شاء الله إن شاء الله حبيبي يعني. وعلى الحلو وعلى المر أحد رح نبقى ورح نوم بارك لك بعملك الرائع. ما عاد بدي اياك الاغنية الرائعة جدا اللي نشحت قبل ما تتصور كليب، واجا نجاح اضافه كمان فادي لألك، يشكر فادي، بنقول له مبروك عليه كمان. طبعا فادي ابدع بالكليب والغنية حلوة، وفارس ابدع وسليم ابدع، وكل شيء كان على ما يرام، يعني الحمد لله رب العالمين. ان شاء الله النجاح بيضل حليفنا اهم شغلة، لانه ممكن مرات تخونك دينتك محلات معينة باختيار أغاني باختيار، إن شاء الله. لا أنت حبوا الكليب لأنه في رسالة مساج حلوة للمجتمع. إيه طبعا أكيد في رسالة لعموم الناس، أنه خصوصا أن احنا جبنا أنه الزلمة هو مش منيح بالكليب، وفعليا أغلب الأحيان بصير هيك، يعني بكل بيت عربي أو غير عربي دايما الرجل هو اللي بيبادر بالخطأ. بقى كانت الفكرة جريئة ونفذناها والحمد لله. الحمد لله رب العالمين. عينك على اي اغنيه من الالبوم هلا؟ والله بعد ما قررنا، بس في كليب ثاني ان شاء الله. اغنيه حلوه كثير وانتظار يعني الفانز. خلينا نخبر اذا الله راد راس السنه وين حتكون. راس السنه تقرر موفمبر ان شاء الله. ما عاد بدي اياك ساعدني بترجاك. اتحداك